طيب بصوا بقى، اظن كلنا عارفين جمعيه حقوق المؤلفين والملحنين ما بين قوسين سيسرو، وسيسرو دي تولى منصب رئيس هذه الجمعيه، يعني كبار الاسماء من مؤلفين وملحنين مصر، ودي حاجه مهمه جدا. الجمعيه دي شغلتها انها تعطي حق الأداء العلني للمؤلف والملحن، سواء إذا كان في حياته أو بعد مماته، إلى الورثة إلى آخره. وفاز الأستاذ مدحت العدل، دكتور مدحت العدل، شاعرنا وكاتبنا وكاتب السيناريو الشهير الكبير وصديقي اللي أحبه جدا وافرح له. ألف 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 مبروك يا دكتور. يا حبيب قلبي يا أستاذ يوسف، أنا بشكرك على التحية وعلى الاهتمام إن أنت تكلمني وتبارك لي، وانا طبعا انت حبيبي نتشرف. وصديقي رغم يعني الفرق الزمني، بس احنا اصدقاء. ايوه الفرق الزمني يبدو انه انا العجوز وحضرتك الاكثر شبابا. لا مش من الدرجات يعني، انت مجامل اه بس مش الدرجات. لا والله حضرتك الاكثر شبابا بكل اللي قدمته لنا واللي بتقدمه. ربنا يخليك لنا يا دكتور مدحت. سلام يا حبيبي. دكتور مدحت، ما ايه اللي على اجنده رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين الحالي بعد فوزه دكتور مدحت العدل؟ انا طبعا كنت رئيس لمده سنه ونص. ايوه. بالتزكيه، لكن اول دي المره دي بالانتخابات. انتخابات. فانا السنه ونص دي الحقيقه، بس عشان انت تبقى فاهم ايه هي الجمعيه، هي جمعيه تحصيل حقوق حق الاداء العلني، ودي اللي انشاها الاستاذ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، ودي بقى لها 75 سنه. دي تعتبر من الحاجات التاريخيه العريقه، وهي واحده من اكبر جمعيات تحصيل الحقوق في العالم، لان احنا عندنا 160 الف مصنف جنائي. احنا بنجيب حق الاداء العلني والملكيه الفكريه لهذه الالحان في اي مكان في العالم. حلو. بالاتفاق مع الجمعيه الام اللي هي في فرنسا اللي هي ساسام، فدول بينا بروتوكول تعاون، رحنا وعدلنا فيه كتير جدا عن المتفق عليه. وبعدين الناس برضو لازم تتفاهم ان اعضاء الجمعيه مش كلهم عبد الوهاب، كلهم بليغ، ده مع حفظ الالقاب يعني، لكن في ناس غلابه وفي ناس ورثت ناس كانوا مشهورين وما عادوش وهكذا. والحقيقه الراي تتكلم عن موضوع الملكيه الفكريه دي، لان هذا موضوع يا استاذ يوسف مهم جدا في العالم. يعني يمكن احنا لغايه دلوقتي برضه مش مدركين يعني ايه ملكيه فكريه. يعني الملكيه الفكريه دي يعني هي نتاج ما انتجه عقل عبد الوهاب العبقري في غنوه ما، لما يذاع في فرنسا انت بتستفيد طبعا كمكان كفيلم كاك، فده له حق فيه. دي فكره الملكيه الفكريه. احنا بغض النظر عن ان احنا لسه عاملين تامين صحي شامل على كل الاعضاء من حوالي اسبوع. حلو. بشكر الدكتور خالد عبد الغفار الحقيقه، ولكن احنا في نيتنا محاوله اكتشاف مواهب وعمل حفلات صيد. احنا جمعيه في الصعيد تحديدا، لان انا من وجهه نظري شايف ان الصعيد مظلوم تماما. وفي نفس الوقت كمان احنا بنحاول نعمل برامج للمواهب، لان احنا عندنا كل ملحنين مصر وكل مؤلفين مصر، الاصوات اللي هتطلع منهم احنا هنتبرع باجورنا عشان نعمل لهم اغاني. اغاني يعملها مثلا في العشر نوبي، يالف احمد حسن، كل المبدعين عندنا، استاذ عمر خيرت، بس كل دول اعضاء طبعا. عندنا احنا الموضوع بعد ما كان نلم فلوس للناس اصبح بنلم فلوس وهنكتشف مواهب ونحاول نحسن. مش عايز اتكلم على انواع، لكن يعني على الاقل احنا لينا دور مهم كمبدعين في ان احنا نقدم وجهنا اللي احنا بنحبه واللي احنا تعودنا عليه. وان شاء الله ده هيحصل يا دكتور، وباذن الله يعني مع حضرتك خلال السنين القادمه ربنا يدي لك الصحه والعمر، باذن الله يحصل الاحلى من كده كمان. كل الشكر وكل التهنئه لدكتور مدحت العدل رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين.